الأصدقاء، السلام عليكم. مباراة الوداد وإنيمبا عرفات بزاف ديال الإيجابيات والسلبيات. غادي نتكلموا على الإيجابيات. الملعب في المستوى، كل شيء من الناحية التنظيمية كان في المستوى. بالنسبة للوداد سيطر على المباراة بشكل كامل وعرف كيفاش يخرج فائز في المباراة. تحضيرات لسيناريو المباراة كانت جيدة بالنسبة لعادل رمزي، كذلك التغييرات التكتيكية اللي كانت في البداية ديال المباراة، بحيث كان تغيير تكتيكي لعادل رمزي حسب النهج ديال المدرب ديال إنيمبا جورج فينيدي اللي كيتعتبر لاعب المنتخب النيجيري وأجاكس الهولندي وبيتيس الإسباني، واللي عنده تجربة كبيرة في الملاعب الأوروبية. فكنظن على أن التجربة ديالو غير في كأس العالم فهي كافية لهذا المدرب أنه يقدم مستوى آخر ويعطي إضافة كبيرة للإنيمبا. كذلك على مستوى كأس العالم، فالمشاركة ديالو في كأس العالم 64 كنا كنعرفوا جورج فينيدي والمستوى ديالو كلاعب. بالنسبة للأخطاء التكتيكية كانت غادي تكون في بداية المباراة لولا تدارك عادل رمزي التغيير التكتيكي داخل المباراة، واستطاع يحد من الانسلالات لاعبي إنيمبا خصوصا من الجهة اليمنى، وبالتالي استطاع أنه يتحكم في المباراة. وحتى التغييرات ولو انها جات متاخره اعطت الاكل ديالها، وكان على الوداد يضيف اهداف اخرى ويحسم المباراه بشكل مريح، وبالتالي مباراه العوده غادي تكون مريحه للوداد. بالنسبه للسلبيات كانت على مستوى الكره الطويله اللي كانت كتلعب في اتجاه الشرقي البحري، ما كانش عندها ضروره خصوصا ان إنيمبا اعطى مساحات كبيره باللاعبين وخلى فريق الوداد يلعب براحته. كان من المفروض ان يتم بناء الهجمات بشكل مريح خصوصا ان لاعبي الوداد عندهم مهارات فرديه ومحترمه، ويمكن تنظيم الهجمات ديالو بطريقه جيده وجماعيه تعطي الثقه للاعبين ويقدروا يحققوا نتيجه اكبر من 1-0، خصوصا ان الوداد كان مسيطر على وسط الميدان بشكل كبير وبشكل واضح، وان اللاعب زكريا الضراوي واللي كيتعتبر منذ بدايه الموسم ابرز لاعبي الوداد والعطاء ديالو ثابت لحد الان. بحال هاد الانتدابات يمكن ان تعطي اضافه للوداد والبطوله بشكل عام، اضافه كبيره للاعب الدراوي. كذلك ابو سفيان يعني كان ادى مباراه جيده من الناحيه الهجوميه وبشكل احسن من الناحيه الدفاعيه. الكل عاتب اللاعب احناش على ارتكابه اخطاء في التمرير واللي كانت غادا تعطي هدف لصالح إنيمبا، وكذلك ضياع فرصه حقيقيه للتسجيل بعد التمريره ديال الحتيمي، واللي عطى اضافه كذلك كبيره وعمل الفارق وعطى كره فوق طبقه من ذهب واضاعها اللاعب احناش. واللي كان كذلك التمريره الخاطئه اللي كانت يعني التمريره اللي كانت غتسجل علينا هدف، سجل على فريق الوداد هدف لولا يعني تدخل الدفاع. بالنسبه للكل كان كيطالب على ان التغيير ديال احناش، والكل كان يعني غير راضي على الاداء ديال احناش، ولكن احناش راه عنده اضافه ويمكن غادي يعطي اضافه احسن في المباريات القادمه. الكل كان كيطالب بالتغيير ديالو ودخول حيمود. فاللاعب حيمود لاعب كبير ولاعب عنده امكانيات كبيره وعنده مهارات فرديه اللي يمكن تفيد فريق الوداد الرياضي لو انه التزم ويركز تحسين الاداء ديالو، وتقريبا ويحاول يطور من الاداء ديالو ويركز في التعليمات ديال المدرب ويركز في تحسين مستواه. انا ذاك يمكن يعطي اضافه كبيره ويحرز على مكان رسمي في التشكيله الرسميه ديال فريق الوداد الرياضي. وشكرا.